معناها عرض المشروع على لجنة يمر بلجنة الحقوق والحريات وما يمرش بلجنة التجهيز، معناها لجنة البنية. الرجاء احترام الجلسة، الرجاء احترام الجلسة، الرجاء احترام الجلسة. نطلب من السيدة المغادرة، نطلب من السيدة المغادرة، احترم الجلسة سيدتي، احترم الجلسة، هذا سلوك لا يليق، هذا سلوك لا يليق سيدتي النائبة، غادري، هذا سلوك لا يليق. اللي صار توا ما يليقش بالشعب التونسي، اللي صار توا تصرف، ثم تصرف لا يليق الآن. أعتذر لكل النواب، أعتذر لكل السادة والسيدات النواب، أعتذر لمن يتابعون على هذا التصرف اللامسؤول، أعتذر حقا، هذا لا يليق، ولو تواصل لكنت رفعت الجلسة. زملائي الأعزاء، حقيقة يعني نواصل، تفضل يا سيد طاهر. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، العمل بهالطريقة هذه وهالتسيب اللي صار في المجلس وهالتجاوزات هذه أولا غير مقبولة، ثانيا غير مشرفة. واليوم أصبحنا رهينة لناس انتخبهم الشعب باش يخدموا الشعب ولا يخدموا في جهات معينة، ونسلخوا من المكان الذي انتخبهم فيه الشعب ولا يخدموا مع الجهات التي هي عدو الشعب والتي تعطل إلى حد اليوم هذا المسار. لذا أنا أدعو إلى جلسة عامة مغلقة ومفتوحة كما تشاءوا لنرتب عمل المجلس ولنضع الوسائل الكفيلة لردع هؤلاء المتنطعين على الشعب الذي انتخبهم وعلى المجلس الذي يعمل. وشكرا. شكرا سيدنا.